استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية اليوم اللواء مايكل ناغاتا قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق. وقد رحب سموه حفظه الله بالقائد الأمريكي والوفد المرافق مشيدا سموه بنمو العلاقات الثنائية المتميزة والمستمرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي، مؤكدا التطلع المستمر نحو تطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين.